ومن نيويورك ينضم إلينا صفي الدين دياب مراسل أخبار مصر. صفي، بعد التحية، في البداية الأمم المتحدة حذرت من صراع نووي محتمل بسبب أزمة أوكرانيا. كيف تابعت جلسة مجلس الأمن الخاصة لأوكرانيا؟ بالطبع السيدة روزماري وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وجهت انتقادات شديدة اللهجة اليوم إلى روسيا، وقالت أن روسيا بتستخدم قنابل عنقودية على الأرض في المناطق المأهولة بالمدنيين. ويمكن هذا يعتبر إشارة من قبل وكيلة الأمين العام إلى مدى خطورة الوضع داخل روسيا. هذا بالطبع بيعكس شيء أمام الجانب الغربي وأعضاء الناتو، وهو يمكن الأمر الذي تجلى في دعوة عدد أعضاء الكونغرس تزويد أوكرانيا بمضادات أرضية مع وجود طائرات مسيرة. ويمكن هذه النقطة بالذات تزيد الموقف التهابا، خاصة أن روسيا بتحيط وبتحاصر العديد من المدن، أملا منها في خلع الرئيس زيلينسكي عن السلطة. يمكن هذا هي نقطة الصراع الموجودة حاليا. نعم. طب صفي، من خلال متابعتك، يعني كيف ينظر الشارع الأمريكي إلى الحرب في أوكرانيا، وما هي أبرز تداعياتها على المواطن الأمريكي، وهل هناك انقسام في الآراء خصوصا ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بالحرب ما بين روسيا وأوكرانيا؟ بالطبع يمكن هناك جانب يعني متعاطف مع روسيا من ناحية، وجانب آخر وهو يمكن الماجوريتي في المجتمع الأمريكي متعاطفة بالطبع مع أوكرانيا نظرا لوجود خسائر بشرية. وهذا يمكن بيحرك مشاعر الامريكيين، يعني هنا الشعب الامريكي احيانا بيتعاطف مع ظاهره معينه وهي عمليه مثلا زياده الخسائر في صفوف المدنيين، رغم انها قد تختلف مع السياسه الخارجيه او تصطدم بها. يمكن هذه نقطه حساسه بالنسبه للشعب الامريكي، دي هذا من ناحيه. اما بالنسبه للصراع على مستوى التشريعيين فنلاحظ ان هناك جانب جمهوري صامت لا يريد ان يبدي الراي بشكل علني، والجانب الاخر من اعضاء الكونغرس الديمقراطيين وعدد قليل من الجمهوريين بالطبع بينادون بعمليه ضروره تدخل الاداره الامريكيه في دعم المساعدات العسكريه للجانب الاوكراني. هذا الامر اعتقد ان الاداره الامريكيه بتنظر اليه بتحفظ شديد، لانها لا تريد ان تنزلق اصلا الولايات المتحده الامريكيه في مواجهه عسكريه في اوروبا مع الاتحاد الروسي. نعم. طب صفي، كما تحدثنا هناك اعضاء في الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين ارسلوا رساله لمطالبه الاداره الامريكيه بتوفير صواريخ وطائرات مسيره لاوكرانيا. هل يمكن لواشنطن زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا بالفعل، أم أن يعني طلبات الكونغرس ليست ملزمة لجو بايدن فيما يتعلق بهذا الأمر؟ لا أعتقد أن هذا المطلب سيقابل بترحيب من الإدارة الأمريكية أو من الجيش الأمريكي أو البنتاغون تحديدا. ربما سيكون هناك عملية الدعم تقدم إلى حدود بولندا فقط، إلى القاعدة في بولندا، أما إلى داخل الحدود الأوكرانية فهذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إليه على أنه خط يعني لا ينبغي تجاوزه. من هذا التصرف بالتأكيد سيعني الصدام المباشر مع روسيا. لذلك يمكن عملية التزويد للأسلحة أو الدعم اللوجستي أو غيره ستكون قاصرة فقط إلى حدود إلى القاعدة الموجودة في شرق بولندا، وبعد ذلك سيتركون الامر للاوكرانيين لنقل المواد الى داخل اوكرانيا او الاسلحه هذه الى داخل اوكرانيا بطريقتهم. يمكن هذا الامر بتتفق معه المانيا، بتتفق معه فرنسا، كل الدول الاوروبيه نفسها بتقوم بتوصيل الدعم الى بولندا فقط، لا تستطيع ادخال المواد مباشره او الدخول في اي طلعات سريه أو توجيه أي ضربات مضادة من خارج الحدود إلى داخل أوكرانيا. يمكن هذه النقطة هتكون حساسة، لأنها بالطبع ينعكس الأمر
نلاحظ أن هناك مشاورات صينية أمريكية وتعزير أمريكي للصين، وهو الأمر الذي ربما يقابل بإقطاعات من الصين، ومن الصين لا تقبل أن يوجه لها أحد اقتصادات أو اتهامات، لأن الصين دولة قوية وكبيرة. نعم. في الوقت نفسه ترفض بالتأكيد عملية توجيه اتهامات مباشرة لها بتوجيه دعم عسكري وعتاد عسكري إلى داخل روسيا. هذه النقطة يمكن هتزيد الموقف اشتعالا في المرحلة المقبلة. نعم، يعني وضحت الصورة. أشكر زميلي صفي الدين دياب مراسل أخبار مصر، كان متحدثا معنا من نيويورك. شكرا جزيلا لك.